الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ هل الشرائح ظاهرة على الشاشة؟ إذن سوف أقوم الآن في إغلاق المحادثة، وسوف أتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء إن شاء الله تعالى. سوف نتحدث في هذا اللقاء عن سوق المنافسة الكاملة أو التامة، وكيفية تحقيق التوازن للمنشأة أو المنتج في سوق المنافسة الكاملة أو التامة. نبدأ أولا بخصائص سوق المنافسة الكاملة أو التامة، وهذه الخصائص أخذناها في اللقاءات الأولى. هناك أربعة خصائص لسوق المنافسة الكاملة. الخاصية الأولى هي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين، وبالتالي لا يؤثر أي من البائعين أو المشترين في سعر السلعة، أي يكون كل من البائعين والمشترين آخذا أو متلقيا للسعر برايس تيكر، أي أن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة أو التامة تكون دائما آخذة أو متلقية للسعر برايس تيكر، وهذا يعني أن المنشأة لوحدها لا يكون لها أي قدرة في التأثير في السعر السائد في السوق. إذن هذه الخاصية الأولى، وهي كثرة عدد البائعين والمشترين أو وجود عدد كبير من البائعين والمشترين، وبالتالي المنشأة تكون في سوق المنافسة الكاملة متلقية أو آخذة للسعر، أي أنها تأخذ السعر من السوق، من العرض والطلب في السوق، تتلقى أو تأخذ السعر عن طريق العرض والطلب في السوق أو توازن السوق. ننتقل الآن إلى الخاصية الثانية، وهي تجانس السلع، يعني تكون السلع متشابهة ومتجانسة تجانسا تاما، بحيث لا يرى المستهلك أي فرق بين منتجات هذه المنشآت، يعني لا يستطيع التفريق بين السلع كونها متشابهة ومتجانسة تجانسا تاما، ولا يستطيع التفريق بينها من حيث سواء من حيث مصدرها أو من حيث جودتها. ننتقل الآن إلى الخاصية الثالثة، وهي حرية الدخول والخروج من السوق، وهذا يعني أنه ليس هناك أي قيود، سواء قيود قانونية أو إدارية أو تشريعية وغيرها، فهناك حرية تامة في الدخول للسوق، فمتى وجدت المنشأة أن هناك أرباح مغرية، عندما تجد المنشأة أن هناك أرباح مغرية تدخل بدون قيود إلى السوق، ومتى وجدت أن هناك خسائر تخرج من السوق بدون قيود، وهذه تعتبر خاصية من خصائص الأجل الطويل. يعني عندما تكون هناك أرباح مغرية، هذا يغري منشآت إلى الدخول في السوق والاستثمار وفتح استثمار في السوق، وعندما يكون هناك خسائر هذا يؤدي إلى إغلاق المشروع أو المنشأة وبالتالي الخروج من السوق. ننتقل الآن إلى الخاصية الرابعة، وهي العلم التام بأحوال السوق، وهذا يعني توفر المعلومات الكاملة لجميع الأطراف سواء البائعين أو المشترين حول المنتجات وأسعارها. هذه الخصائص أخذناها في السابق في اللقاءات الأولى، ولكن هنا تم التأكيد عليها. ننتقل الآن إلى توازن المنتج أو المنشأة أو المشروع في ظل سوق المنافسة الكاملة أو التامة. توازن المنشأة في الأجل القصير، نلاحظ أن دائما منحنى الطلب
في ظل سوق المنافسة الكاملة أو التامة يكون شكله خط مستقيم موازي للمحور الأفقي. إذا دائما منحنى الطلب في سوق المنافسة الكاملة يكون شكله خط مستقيم موازي للمحور الأفقي. ويسمى منحنى الطلب في سوق المنافسة الكاملة أيضا منحنى الإيراد الحدي أو منحنى السعر، له ثلاث أسماء. إذا منحنى الطلب ممكن نسميه أيضا منحنى السعر أو منحنى الإيراد الحدي وأيضا منحنى الإيراد المتوسط. مدام منحنى الطلب شكله خط مستقيم أفقي يعني أن السعر ثابت في سوق المنافسة الكاملة، دائما السعر يكون ثابت يعني يسود. هذا يعني أن جميع المنشآت تبيع بنفس السعر، هذا يعني أن جميع المنشآت تبيع بنفس السعر، يعني يكون السعر ثابت، وهذا يسمى سيادة ثمن واحد في السوق. ماذا نعني بكلمة سيادة ثمن واحد في السوق؟ يعني جميع المنشآت في السوق تبيع بنفس الثمن، وهذا الثمن مين بيحدد الثمن؟ يحدد الثمن العرض والطلب في السوق، يعني من خلال توازن السوق العرض والطلب في السوق. أي أن المنشأة كما ذكرنا في الشريحة السابقة، المنشأة في سوق المنافسة الكاملة تكون متلقية أو آخذة للسعر. من وين تأخذ السعر؟ من العرض والطلب في السوق، ويسود ثمن واحد، يعني جميع المنشآت في السوق تبيع بنفس الثمن. لماذا؟ لأنه لو أي منشأة رفعت الثمن راح تفقد عملائها، أي منشأة ترفع ثمن السلعة راح تفقد عملائها أو زبائنها، وبالتالي يسود ثمن واحد في داخل السوق، أي أن جميع المنشآت تبيع بنفس الثمن، أي منشأة ترفع السعر أو الثمن تفقد عملائها أو زبائنها. دائما في ظل المنافسة الكاملة، هذه قاعدة، دائما في ظل المنافسة الكاملة يكون الثمن يساوي الإيراد الحدي ويساوي الإيراد المتوسط. دائما في سوق المنافسة الكاملة الثمن يساوي الإيراد الحدي ويساوي الإيراد المتوسط. إذا بدنا نكتبهم بالرموز، البي اللي هي السعر أو الثمن تساوي الام ار اللي هي الإيراد الحدي وتساوي الإيراد المتوسط اللي هي AR، يعني البي تساوي الام ار تساوي الاي ار. اذا هذه قاعدة في سوق المنافسة الكاملة، يكون البي يساوي الام ار ويساوي الاي ار، ويكون شكلهم خط مستقيم افقي، يعني السعر ثابت زي ما قلنا لا يتغير في سوق المنافسة الكاملة. هذه قاعدة تخص سوق المنافسة الكاملة اللي هو البي تساوي الام ار، الثمن يساوي الايراد الحدي، يعني البي تساوي الام ار. هذه قاعدة فقط في سوق المنافسة الكاملة. لماذا؟ لان الايراد الكلي دائما يزيد بمعدل ثابت، لانه شكله خط مستقيم ينبثق من نقطة الاصل. دائما الايراد الكلي شكله خط مستقيم ينبثق من نقطة الأصل من الصفر، وبالتالي ميله دائما يكون ثابت، يزيد بمعدل ثابت، وبالتالي ميله يكون ثابت، وما دام الميل ثابت فالإيراد الحدي يكون ثابت، لأن ميل الإيراد الكلي، ميل دالة الإيراد الكلي هي الإيراد الحدي. ما دام الميل دالة الإيراد الكلي ثابتة، هذا يعني أن الإيراد الحدي ثابت ويكون مساويا للثمن. اذا البي تساوي الام ار، هاي فقط في سوق المنافسة الكاملة. بينما الثمن يساوي الايراد المتوسط، يعني البي تساوي الاي ار، هاي قاعدة عامة وليست فقط لسوق المنافسة الكاملة. اذا كمان مرة، بي تساوي الام ار، هاي فقط في سوق المنافسة الكاملة. بينما البي تساوي الاي ار، هاي قاعدة عامة وليست خاصة بسوق المنافسة الكاملة. اذا ننظر الى الشكل الموجود على الشاشة نجد ان دائما الايراد الكلي
يكون خط مستقيم أفقي TR ينبثق من نقطة، يعني يبدأ من نقطة الأصل. إذن دائما دالة الإيراد الكلي تتزايد بمعدل ثابت. لماذا؟ لأن الإيراد الكلي شكله خط مستقيم يبدأ من نقطة الأصل. المنحنى الثاني، هذا المنحنى الثاني، هذا هو منحنى التكاليف الكلية، لا يبدأ من الصفر وإنما يبدأ من عند التكاليف الثابتة. إذن الخط المستقيم، الخط المستقيم الذي ينبثق من الصفر أو نقطة الأصل بنسميه الإيراد الكلي TR. والمنحنى الثاني الذي يبدأ من عند التكلفة الثابتة، هذا المنحنى بنسميه التكاليف الكلية. الفرق ما بين المنحنيين يعطينا الأرباح أو الخسائر، يعني الفرق بين الإيراد الكلي والتكلفة الكلية يعطينا الأرباح أو الخسائر. فإذا كانت الإيرادات أكبر من التكاليف، إذا كان خط الإيرادات أكبر من خط التكاليف معناه بيكون عندنا ربح غير عادل، وإذا كانت الإيرادات أقل من التكاليف الكلية بيكون عندنا خسارة. لاحظوا هنا التكاليف أعلى من الإيرادات، التكاليف خط منحنى التكاليف أعلى من منحنى الإيراد الكلي، معناه هنا بيكون عندنا خسارة. هنا في هذه الحالة أصبح منحنى الإيراد الكلي أعلى من منحنى التكاليف الكلية، معناه بيكون عندنا ربح غير عادي. عندما يتقاطعوا سواء هنا أو هنا، عندما يتقاطعوا بتكون الإيراد الكلي يساوي التكاليف الكلية، معناه بيكون عندنا لا يوجد أرباح ولا خسائر، تسمى تعادل. وهذه النقطة اللي هي عندما الإيراد الكلي يساوي التكاليف الكلية بنسميها ربح عادي. إذن هذه النقاط مذكورة هنا. النقطة الأولى، إذا كانت الإيرادات الكلية يعني TR أكبر من التكاليف الكلية TC فإن المنشأة تحقق أرباح غير عادية. هذه الحالة لما يكون الإيراد الكلي أكبر من التكاليف الكلية بيكون عندنا ربح غير عادي. ننتقل إلى النقطة الثانية، إذا كانت الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، هنا نلاحظ أن الإيرادات عند التقاطع، عندما يتقاطعوا معناه الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، معناه هنا بيكون عندنا لا يوجد أرباح ولا يوجد خسائر، يعني تعادل، بسموها نقطة تعادل، وبالتالي بنسميها ربح عادي. عندما يكون عندنا لا يوجد أرباح ولا يوجد خسائر بنسميها ربح عادي، والربح العادي يمثل التكاليف الثابتة. وإحنا قلنا التكاليف الثابتة تمثل تكاليف عناصر الإنتاج الثابتة للأرض ورأس المال. أما إذا كانت الإيرادات الكلية أقل من التكاليف الكلية، لاحظوا هنا الإيرادات أقل من التكاليف، معناه بيكون عندنا خسارة. طيب نأتي الآن إلى هنا، لما يكون عندنا ربح أكبر مسافة ما بين المنحنيين تمثل أكبر ربح. أكبر مسافة رأسية بين الإيراد الكلي والتكاليف الكلية تمثل أعلى ربح. لاحظوا هنا الإيراد الكلي 1680 والتكاليف الكلية 1280، لما نطرحهم من بعض بطلع عندنا الربح، وبطلع الربح 400. إذن 1680 اللي هي الإيراد الكلي ناقص 1280 اللي هي التكلفة الكلية بطلع عندنا الربح 400. يعني هذه المسافة الرأسية هي عبارة عن 400 وتمثل الربح غير العادي. ننتقل الآن إلى منحنى عرض المنشأة في الأجل القصير. ما هو تعريفه؟ تعريف منحنى عرض المشروع أو المنشأة في الأجل القصير هو منحنى التكلفة الحدية من نقطة الإغلاق فأعلى، نقطة الإغلاق اللي هي شت داون بوينت. إذن هذا الجزء من عند نقطة الإغلاق، من عند نقطة الإغلاق فأعلى، هذا بنسميه منحنى العرض في الأجل القصير. إذن ما هو تعريف منحنى العرض في الأجل القصير؟ هو نفسه منحنى
التكلفة الحدية الامسي بس من وين؟ من عند نقطة الإغلاق فأعلى، يعني من عند حجم الإنتاج 4، من عند حجم الإنتاج 4، من عند نقطة الإغلاق فأعلى. إذا ما هو تعريف، ما هو تعريف منحنى عرض المشروع أو المنشأة في الأجل القصير؟ هو عبارة عن منحنى التكلفة الحدية MC من نقطة الإغلاق فأعلى. وإحنا عرفنا نقطة الإغلاق في السابق. نقطة الإغلاق، ما هو تعريف نقطة الإغلاق شوت داون بوينت؟ هي النقطة التي يتقاطع عندها الـ MC مع الـ ABC عند أدنى نقطة للـ ABC كما هو مبين بالشكل المجاور. إذا ما هو تعريف نقطة الإغلاق؟ أخذناها باللقاء أمس. نقطة الإغلاق هي النقطة التي يتقاطع عندها الـ MC مع الـ ABC، يعني التكلفة الحدية مع التكلفة المتوسطة المتغيرة عند أدنى مستوى لمنحنى التكلفة المتوسطة المتغيرة. ودائما زي ما ذكرنا، منحنى الطلب المشروع هو نفس الإيراد الحدي، ومنحنى عرض المشروع هو إيش؟ التكلفة الحدية. إذا منحنى الطلب المشروع هو الإيراد الحدي، ومنحنى عرض المشروع هو منحنى التكلفة الحدية من نقطة الإغلاق فأعلى. ونلاحظ أن العلاقة بين الكمية المعروضة والسعر التوازن، يعني منحنى العرض ومنحنى الطلب يبينن العلاقة بين الكمية المعروضة والسعر التوازن اللي هو منحنى العرض، اللي هو منحنى التكلفة الحدية من نقطة الإغلاق فأعلى. شو يبينن؟ يبينن العلاقة بين مين؟ بين الكمية المعروضة والسعر التوازن. طيب ما هي شروط التوازن؟ شروط توازن المنشأة أو المنتج، والتوازن دائما يحقق لنا تعظيم الأرباح أو تدنية الخسائر. ما هي شروط تعظيم، شروط التوازن أو شروط تعظيم الأرباح أو تدنية الخسائر؟ ذكرناها أمس، اللي هي التكلفة الحدية تساوي الإيراد الحدي. يجب أن التكلفة الحدية تساوي الإيراد الحدي، الـ MR يساوي الـ MC. يجب أن تكون التكلفة الحدية في حالة تزايد، ويجب أن يكون السعر أكبر أو على أقل تقدير يساوي متوسط التكلفة المتغيرة. وأمس أخذنا عليها مسألة حسابية، إذا بنذكركم فيها، أمس أخذنا عليها مسألة حسابية، هذه المسألة الحسابية. قلنا التوازن متى يتحقق؟ أخذناها أمس، التكلفة الحدية تساوي الإيراد الحدي، والتكلفة الحدية تكون في حالة تزايد، والسعر، سعر البيع المنتجات، يكون أكبر أو على أقل تقدير يساوي متوسط التكلفة المتغيرة. هذا حليناها أمس. إذن نلاحظ أن توازن المنشأ أو المنتج اللي بيحقق لنا أعلى الأرباح أو أقل الخسائر متى يحدث؟ عندما تتساوى التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي. والذي دائما الإيراد الحدي دائما يساوي السعر، قلنا في سوق المنافسة الكاملة. إذا دائما ما هو شرط التوازن في سوق المنافسة الكاملة؟ يجب أنه يكون السعر يساوي التكلفة الحدية ويساوي الإيراد الحدي، يعني الإيراد الحدي يساوي التكلفة الحدية ويساوي السعر. هذا هو شرط التوازن المنشأة اللي في سوق المنافسة الكاملة، اللي بتحقق لنا أعلى الأرباح أو أقل الخسائر. إذا الشرط الضروري دائما هو الـ MC تساوي الـ B، لأنه الـ MR هو نفسه الـ B، الـ MR هو نفسه الـ B، أخذناها في الشريحة السابقة. الـ MR هو نفسه الـ B، معناه الشرط ممكن نقول MC تساوي الـ B. لماذا MC تساوي الـ B؟ لأنه الـ B هو نفسه الـ MR، أخذناها في الشريحة السابقة. هيا الـ B هو نفسه الـ MR في سوق المنافسة الكامل. ننتقل الآن إلى توازن المنشأة في حالة تحقيق ربح غير عادي. وإحنا قلنا متى يتحقق الربح الغير عادي؟ قلنا إذا كانت الإيرادات الكلية أكبر من التكاليف الكلية بيكون عندنا ربح غير عادي. إذا ننظر إلى الشكل البياني الموجود في أسفل الشريحة، نجد أن التوازن متى يحدث التوازن؟ عند الـ MR تساوي الـ MC. هذا إذا النقطة A هي نقطة التوازن. لماذا النقطة A هي نقطة التوازن؟
لأنه عند هذه النقطة الـ MC يساوي الـ MR ويساوي الـ AR ويساوي الـ B. طيب هذا الخط المستقيم الأفقي، الخط المستقيم الأفقي هذا شو بنسميه؟ MR أو AR أو B نفس الشيء، لأنه في سوق المنافسة الكاملة دائما الـ MR يساوي الـ AR يساوي الـ B. معناه هذا الخط المستقيم هو منحنى الـ MR وهو نفسه منحنى الـ AR وهو نفسه منحنى السعر. احنا اتفقنا انه التوازن لما الـ MC تساوي الـ MR. متى الـ MC؟ هذا منحنى الـ MC، هذا هو منحنى الـ MC وهذا منحنى الـ MR. متى يتساوى؟ عند النقطة A. إذن هذه النقطة A هي نقطة التوازن. لماذا النقطة A نقطة التوازن؟ لأنه يتقاطع عندها منحنى الـ MC مع منحنى الـ MR. طيب إذا بننزل هنا عند النقطة A، إذا بننزل إلى الأسفل، ما هي حجم الإنتاج عند التوازن؟ 7. كمية الإنتاج أو حجم الإنتاج عند التوازن كم؟ 7، لأن النقطة A هي نقطة التوازن. النقطة A هي نقطة التوازن. لماذا النقطة A نقطة التوازن؟ لأن منحنى الـ MC يقاطع منحنى الـ MR، ولأن منحنى الـ MC في حالة تزايد. لاحظوا أن منحنى الـ MC في حالة تزايد، يعني نطبق الشروط اللي ذكرناها قبل شوي، أنه الـ MR تساوي الـ MC والـ MC في حالة تزايد. إذن النقطة A هي نقطة توازن المنشأة. لماذا؟ لأنه عند هذه النقطة بيكون الـ MR تساوي الـ MC، وأيضا تكون الـ MC في حالة تزايد صاعدة، يعني صاعدة أو طالعة طلوع. طيب عند التوازن كم الإنتاج؟ عند التوازن إذا بننزل إلى الأسفل، عند التوازن كم حجم الإنتاج؟ الـ Q، الـ Q 7 هذا حجم الإنتاج. طيب إذا من عند النقطة A إذا بنمشي إلى اليسار، هذا هو 244، هو السعر والإيراد المتوسط وهو نفسه الإيراد الحدي. إذا إيراد الوحدة الواحدة كان 244. طيب وهذه النقطة اللي تحت هاي التكلفة الكلية المتوسطة الـ ATC، لأنها وين واقعة؟ عند النقطة B، والنقطة B على أي منحنى؟ على منحنى الـ ATC. معناها هذه النقطة B كم؟ 196. طيب كيف نجد الربح؟ نطرح إيراد الوحدة الواحدة اللي هو 244 ناقص تكلفة الوحدة الواحدة اللي هي 196، معناها بطلع عنا الجواب 48. 244 ناقص 196 بطلع عنا ربح الوحدة الواحدة كم؟ 48. طب كم وحدة عنا احنا؟ 7. إذا 48 في 7 بطلع عنا إجمالي الأرباح 336. كمان مرة احنا نحسب ربح الوحدة الواحدة ثم نضربه في عدد الوحدات. كيف نحسب الوحدة الواحدة؟ نطرح الإيراد الوحدة الواحدة اللي هو 244 ناقص تكلفة الوحدة الواحدة 196. كم بطلع الجواب؟ بطلع الجواب 48. 48 هو ربح الوحدة الواحدة. كم وحدة عندنا؟ 7. إذا 48 في 7 بطلع 336 إجمالي الأرباح. أو في طريقة ثانية، الطريقة الثانية 196 بضربها في 7 بطلع التكاليف الكلية. 196 بضربها في 7 بطلع التكاليف الكلية، تطلع عندي التكاليف الكلية 196 في 7 بطلع 1307 و1372. بضرب الإيراد الوحدة الواحدة في عدد الوحدات، 244 في 7 بطلع الجواب 1708. بطرح 1708 ناقص 1372 بطلع الجواب 336. إذن هناك طريقتين للحل، إما بطرح 244 ناقص 196 بطلع الجواب 48 بضربه في 7 بطلع 336. الطريقة الثانية شو بعمل؟ بضرب 196 في 7 وبضرب 244 في 7 وبطرحهم من بعض فبطلع عندي الربح. يعني المستطيل المظلل هو عبارة عن الربح غير العادي. المستطيل A B C D هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن الربح غير العادي. طيب إذا بنلاحظ المربع B C
زيرو كيو، هذا المربع الأبيض، المربع الأبيض هذا اللي هو سي بي كيو زيرو، هذا المربع الأبيض بنسميه هذا يمثل مربع إجمالي التكاليف أو التكاليف الكلية، بينما المربع أو المستطيل اللي أكبر اللي هو بيبدأ من بي A Q زيرو هو الإيرادات. معناه الفرق بين المربع الإيرادات ناقص مربع التكاليف بعطينا الربح المستطيل اللي هو الربح غير العادي. نلاحظ أيضا أن النقطة B دائما تقع، النقطة B اللي موجودة على منحنى الـ ATC دائما تقع أسفل منحنى السعر عند كمية التوازن 7. ننتقل الآن إلى، إذن كمان مرة، هذا النقطة A هي نقطة التوازن. لماذا؟ لأنه عندها يتقاطع الـ MR مع الـ MC مع الـ AR مع الـ B، وأيضا تكون الـ MC في حالة تزايد صاعدة، يعني حققت لنا شروط التوازن. طيب الآن عند نقطة التوازن كم الكمية؟ الكمية 7، تمام. نأتي الآن السعر، كم السعر عندنا هنا؟ منحنى السعر أو الإيراد 244، والتكاليف كم؟ متوسطة الكلية 196. إذا نطرح إيراد الوحدة الواحدة اللي هو 244 ناقص تكلفة الوحدة الواحدة 196، 244 ناقص 196 بطلع 48. ال 48 هو ربح الوحدة الواحدة. طب قديش عدد الوحدات عندنا؟ 7. إذا 48 في 7 بنطلع إجمالي الأرباح 336. أو الطريقة الثانية نضرب 196 في 7 بيطلع لنا إجمالي التكاليف، ثم نضرب ال 244 في 7 بيطلع لنا إجمالي الإيرادات، نطرح إجمالي الإيرادات من إجمالي التكاليف، وكلا الطريقتين تعطي نفس الجواب وهو 336. المستطيل المظلل هو عبارة عن الربح الغير عادي. المستطيل أو المربع C B Q زيرو هذا إيش يمثل؟ الأبيض هذا يمثل مربع التكاليف الكلية، بينما المربع اللي يضم أيضا الجزء المظلل اللي هو D A Q زيرو هذا يمثل المستطيل، يمثل الإيرادات الكلية. معناه المستطيل الكبير اللي هو الإيرادات الكلية ناقص المستطيل الأبيض اللي هو التكاليف الكلية بعطينا الفرق بينهم، بعطينا المستطيل المظلل اللي هو الربح غير عادي. ننتقل الآن إلى المنشأة وقرار التوقف عن الإنتاج في الأجل القصير. إذا كان سعر البيع، إذا كان سعر البيع أكبر من متوسط التكاليف المتغيرة، يعني إذا كانت الـ B أكبر من الـ ABC، ما هو القرار؟ هل نستمر في الإنتاج ولا نتوقف؟ القرار الحكيم والمناسب هو الاستمرار في الإنتاج. لماذا؟ لأن السعر استطاع تغطية تكاليف الإنتاج المتغيرة وجزء من التكاليف الثابتة، ومع زيادة الإنتاج فإن متوسط التكاليف الكلية للوحدة الواحدة سوف ينخفض، وبالتالي يتمكن المنتج أو المنشأة من البيع بسعر يفوق تكاليف الإنتاج الكلية. إذا معناه دائما إذا كان سعر البيع أكبر من متوسط التكاليف المتغيرة، ما هو القرار المناسب؟ القرار المناسب هو الاستمرار في الإنتاج، الاستمرار في الإنتاج. طب إذا كان سعر البيع أقل من متوسط التكاليف، القرار الحكيم والمناسب هو التوقف عن الإنتاج. لماذا نتوقف عن الإنتاج؟ لأن هناك خسائر كبيرة، لأن المنشأة أو المشروع لم يتمكن من تغطية التكاليف المتغيرة، بالإضافة إلى أنه لم يتمكن من تغطية التكاليف الثابتة، معناه الاستمرار في الإنتاج سوف يؤدي إلى مزيد من الخسائر. معناه يجب أن نتوقف حتى لا يصير عندنا خسائر أكثر. إذا خلاصة القول أنه إذا كان سعر البيع أكبر من متوسط التكاليف المتغيرة فإن القرار المناسب الاستمرار في الإنتاج،
وإذا كان سعر البيع أقل من متوسط تكاليف المتغيرة فإن القرار المناسب هو التوقف عن الإنتاج حتى لا تتحمل المنشأة مزيد من الخسائر. بهذا نكون قد أنهينا المقرر. يعني الشريعة الشريحة أو الصفحة رقم 90 هي نهاية المقرر. هذه الشريحة هي آخر شريحة في المقرر. الآن راح نبدأ في حل التكليفات التي وضعناها في المنتدى. راح نبدأ في حل التكليفات التي وضعناها في المنتدى. أنا وضعت الأسئلة ووضعت الحلول أيضا في المنتدى. يعني وضعت أسئلة التكليفات الذاتية وأيضا وضعت في المنتدى الحلول للتكليفات الذاتية. الآن راح نحلها، يعني هذا باعتبار مراجعة. الآن سوف نقوم بعملية مراجعة. إذا حل التكليفات الذاتية هو باعتبار مراجعة للمقرر. راح نلخص في التكليفات الذاتية كل القوانين اللي استخدمناها في المقرر مع مسائل حسابية عليها. نبدأ أول شيء في التكليف الأول، احسب قيمة مرونة الطلب السعرية. إذا انخفض سعر السلعة من 50 إلى 40 معناه السعر الأول كان 50 والسعر الثاني 40 وزادت الكمية من 300 طن إلى 400 طن، معناه الكمية الأولى 300 والكمية الثانية 400. نطبق القانون، مرونة الطلب السعرية شو تساوي؟ Q2 ناقص Q1 على B2 ناقص B1 ضرب B1 على Q1. الكمية الثانية 400 ناقص الكمية الأولى 300 تقسيم السعر الثاني 40 ناقص السعر الأول 50 ضرب السعر الأول 50 على الكمية الأولى 300، بطلع الجواب سالب 1.7. يعني طبقنا القانون، كمية الثانية ناقص الكمية الأولى على السعر الثاني ناقص السعر الأول ضرب السعر الأول على الكمية الأولى. هذا هو السعر الأول وهذا السعر الثاني، الكمية الأولى والكمية الثانية. نعوض تعويض مباشر في القانون، فبطلع عندنا الجواب سالب 1.7. مدام طلع الجواب سالب معناه هذه مرونة طلب سعرية. دائما إذا بطلع الجواب سالب معناه هذه تمثل مرونة الطلب السعرية. طيب ننتقل إلى التكليف رقم 2، احسب قيمة مرونة العرض السعرية. إذا ارتفع سعر السلعة من 80 ريال إلى 90 ريال معناه السعر الأول كان 80 والسعر الثاني 90. دائما الذي يذكر أولا هو الأول والذي يذكر ثانيا هو الثاني. إذا السعر الأول 80 والسعر الثاني 90 وزادت الكمية من 600 إلى 800 معناه الكمية الأولى 600 والكمية الثانية 800. نعوض في القانون، Q2 ناقص Q1 على B2 ناقص B1 ضرب B1 على Q1. الكمية الثانية 800 ناقص الكمية الأولى 600 تقسيم السعر الثاني 90 ناقص السعر الأول 80 ضرب السعر الأول 80 على الكمية الأولى 600، بطلع الجواب 2.7. نلاحظ أن الجواب موجب، معناه لما يكون الجواب موجب شو بتكون؟ مرونة عرض سعرية. ولما يكون الجواب سالب بتكون مرونة طلب سعري. إذا دائما مرونة الطلب السعرية الإشارة بتكون سالبة، بينما مرونة العرض السعرية الإشارة بتكون موجبة. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 3، إذا كانت دالتي الطلب والعرض كما يلي: QD تساوي 40 ناقص 3B وQS 5 زائد 2B. كيف عرفنا أن الأولى دالة الطلب؟ لأنه الإشارة سالب، الإشارة الرقم اللي مع السعر سالب، يعني الميل سالب. إذا كان الميل الدالة سالب فهي دالة الطلب، وإذا كان ميل الدالة موجب فهي دالة عرض. يعني ما هو الميل؟ الميل هو الرقم اللي موجود مع حرف بي، يعني اللي موجود مع السعر. هنا إشارته سالبة، سالب 3 معناها هي دالة الطلب لأنه الميل سالب. ننتقل إلى المعادلة الثانية، الإشارة هنا اللي مع حرف البي موجبة زائد 2 معناها دالة عرض. إذا كان الميل سالب دالة الطلب، وإذا كان الميل موجب دالة عرض. ما هو الميل؟ الميل هو الرقم اللي بيكون مع حرف
البي السعر مع حرف البي السعر. إذا كان سالب ما دالة طلب سعرية، وإذا كان موجب بتكون دالة عرض سعري. طيب المطلوب ما هو المطلوب؟ أوجد كل من ثمن التوازن وكمية التوازن جبريا، هذا المطلوب الأول. والمطلوب الثاني أكمل الفراغات في الجدول. نبدأ بالمطلوب رقم ألف. كيف نجد التوازن؟ عن طريق القاعدة QD تساوي QS، يعني الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة. يعني نأخذ المعادلتين المعطاة في السؤال نساويهم مع بعض، نساوي المعادلتين الموجودات في السؤال مع بعض. 40 ناقص 3 بي تساوي 5 زائد 2 بي. ايش عملنا؟ المعادلة الأولى سويناها بالمعادلة الثانية. المعادلة الأولى ما هي المعادلة الأولى؟ 40 ناقص 3 بي سويناها عملناها مساواة مع المعادلة الثانية 5 زائد 2 بي. نرتب المعادلة الآن حسب الرياضيات، يعني نضع الحدود المتشابهة مع بعض مع تغيير الإشارة في حالة النقل إلى الجهة المقابلة. يعني نضع الأرقام الموجودة لوحدها في جهة والأرقام اللي موجود معها حرف البي في الجهة الأخرى، عندما ننقل إلى الجهة الأخرى نغير الإشارة. إذن هنا الخمسة ننقلها إلى اليسار، الخمسة ننقلها إلى اليسار بتصير سالب خمسة، الرقم خمسة ننقله إلى اليسار بصير سالب خمسة، السالب ثلاثة بي ننقلها إلى اليمين بصير زائد ثلاثة بي. معناه شو بصير عندنا؟ 40 ناقص خمسة تساوي 2 بي زائد ثلاثة بي. 40 ناقص خمسة 35، 2 بي زائد ثلاثة بي 5 بي. حتى نوجد البي نقسم الطرفين على خمسة، يعني نقسم الطرفين على خمسة، هذه على خمسة وهذه على خمسة، معناه بطلع الجواب كام؟ بطلع سبعة. هذا السبعة هو ثمن التوازن. لإيجاد كمية التوازن نعوض السعر سبعة اللي أوجدناه، حتى نوجد كمية التوازن نعوض السعر سبعة اللي أوجدناه في إحدى المعادلتين اللي موجودة بالأعلى، إما بمعادلة الطلب أو معادلة العرض. السعر سبعة هذا اللي أوجدناه نعوضه في المعادلة الأولى أو الثانية. نفترض عوضناه في المعادلة الأولى، 40 ناقص 3 في بي، البي قديش أوجدناه؟ 7. 40 ناقص 3 في 7 بطلع الجواب 19. طب لو عوضناه في المعادلة الثانية يعطي نفس الجواب، 5 زائد 2 في 7 بيعطينا نفس الجواب. إذن ثمن التوازن 7 وكمية التوازن 19. المطلوب رقم 2 أكمل الفراغات في الجدول. كيف نكمل الفراغات في الجدول؟ نعوض في المعادلتين الأولى والثانية. لإيجاد العمود رقم 2، لإيجاد العمود رقم 2 QD نعوض في معادلة QD، لأنه هنا العمود رقم 2 شو يمثل؟ الكمية المطلوبة QD. حتى نوجد العمود رقم 2 نعوض في معادلة QD، يعني نعوض السعر الأسعار اللي موجودة في العمود الأول نعوضها في المعادلة الأولى. ف 34 كيف أوجدنا 34؟ نعوض السعر 2 في المعادلة الأولى، 40 ناقص 3 في 2 بطلع الجواب 34. طيب كيف أوجدنا 31؟ نعوض السعر 3، هذا السعر 3 نعوضه في المعادلة الأولى، بصير عندنا 40 ناقص 3 في 3 بطلع الجواب 31. طيب كيف أوجدنا 19؟ نعوض السعر 7 هنا، معناه بصير 40 ناقص 3 في 7 بطلع الجواب 19. كيف أوجدنا 13؟ نفس الطريقة، نعوض السعر 9 في المعادلة، 40 ناقص 3 في 9 بطلع الجواب 13. كيف أوجدنا 4؟ نعوض السعر 12 مكان البي هنا، معناه 40 ناقص 3 في 12 بطلع الجواب 4. كيف أوجدنا 1؟ نعوض السعر 13 في المعادلة، 40 ناقص 3 في 13 بطلع 1. طيب لإيجاد العمود الثالث نعوض مش بالمعادلة الأولى، بالمعادلة الثانية، لأنه العمود الثالث QS الكمية المعروضة. العمود الثالث يمثل الكمية المعروضة QS، معناه نعوض في أي معادلة؟ في معادلة QS. نفس الشيء نعوض الأسعار في العمود الأول. كيف أوجدنا الرقم 9؟ نعوض الرقم 2 في المعادلة الثانية هنا، 5 زائد 2 في 2 بطلع الجواب 9. كيف أوجدنا 11؟
نعوض السعر 3 في المعادلة الثانية، 5 زائد 2 في 3 بطلع الجواب 11، وهكذا. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 4. المطلوب الأول: الجدول التالي يمثل جدول طلب أم جدول عرض ولماذا؟ المطلوب الثاني: اكتب أو اشتق الدالة أو المعادلة الممثلة لبيانات الجدول التالي. كيف بدنا نعرف أنه جدول طلب ولا جدول عرض؟ ننظر إلى السطر الأول، سطر الثمن. نلاحظ أن الثمن يزيد 0 1 2 3 4 5، إذا الثمن يزداد أو يرتفع. ننظر إلى السطر الثاني، سطر الكمية، أيضا الكمية تزيد، إذا الثمن يزيد والكمية تزيد، معناه علاقة طردية. لما تكون علاقة طردية بنسميه جدول عرض، لما تكون العلاقة طردية بين الثمن والكمية بنسميه جدول عرض. إذا ما هو الجواب؟ الجدول إيش يمثل؟ جدول عرض. لماذا جدول عرض؟ لأن العلاقة بين الثمن والكمية علاقة طردية، يعني الثمن يزيد والكمية تزيد، معناه علاقة طردية، معناه جدول عرض. لما تكون العلاقة طردية بين الثمن والكمية، يعني كلاهما يزيد، معناه هذا بنسميه جدول عرض. ننتقل الآن إلى المطلوب رقم 2. إذا ما هو الجدول؟ الجدول يمثل جدول عرض. لماذا؟ لوجود علاقة طردية بين الكمية من السلعة وثمنها. المطلوب الثاني: اشتق الدالة أو المعادلة الممثلة لبيانات الجدول. هذا هي الصيغة العامة أو الصيغة الخطية للدالة السعرية، Q تساوي A زائد B B. شو معنى اشتق المعادلة؟ يعني بدنا نعوض مكان حرف الـ A رقم ومكان حرف الـ B رقم، هذا معنى اشتق المعادلة. الحرف الـ A ماذا يعني حرف الـ A؟ الحرف الـ A هي الكمية عند الثمن صفر. حرف الـ A ما هو حرف الـ A؟ هو الكمية عند الثمن صفر. الثمن صفر معناه الكمية كم؟ 2. معناه حرف الـ A كم قيمة الحرف A؟ الحرف A هو 2. لماذا؟ لأن الحرف A، شو تعريف الحرف A؟ هو عبارة عن الكمية عندما يكون الثمن صفر. كم الكمية عند الثمن صفر؟ 2. معناه حرف الـ A هو 2. ننتقل إلى حرف الـ B. الـ B هو الميل، ميل الدالة. كيف نجد الميل؟ التغير في الكمية تقسيم التغير في السعر. يعني نأخذ أي كميتين نطرحهم من بعض ونقسمهم على السعرين. يعني لو أخذنا 5 و8، بنقول 8 ناقص 5 تقسيم 2 ناقص 1 بطلع الجواب 3. نأخذ أي كميتين متتاليتين نطرحهم من بعض، ثم نأخذ سعريهما ونطرحهم من بعض، فنقسم التغير في الكمية على التغير في السعر. على سبيل المثال، نفترض أن أخذنا الكمية 5 و8، شو بنعمل؟ 8 ناقص 5 تقسيم 2 ناقص 1 بطلع الجواب 3، معناه البي كان 3. طب لو أخذنا 8 و11، بنقول 11 ناقص 8 تقسيم 3 ناقص 2 بطلع الجواب 3. طب لو أخذنا الكمية 11 و14، 14 ناقص 11 تقسيم 4 ناقص 3 كم بطلع الجواب؟ 3. طب لو أخذنا الكمية 14 و17، 17 ناقص 14 تقسيم 5 ناقص 4 بطلع 3. يعني نأخذ أي كميتين متتاليتين نطرحهم من بعض، ثم نأخذ سعريهما ونطرحهم من بعض، نقسم فرق الكمية على فرق السعر، فبطلع عندنا الحرف البي له الميل، ميل الدالة. إذا هنا كم حرف الـ A طلعناه؟ حرف الـ A هو الكمية عند الثمن صفر، معناه حرف الـ A هو 2. وحرف الـ B كم طلعنا حرف الـ B؟ 3. معناه نضع مكان حرف الـ A 2 ومكان حرف الـ B 3، فتصبح الحل كما هو موجود في الأسفل. إذا QS تساوي 2 اللي هو حرف الـ A زائد 3 اللي هو حرف الـ B، وبالتالي هذه هي الدالة العرض أو دالة العرض السعرية الممثلة للجدول. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 5. الجدول التالي يمثل جدول طلب أم جدول عرض ولماذا؟ كيف نحدد جدول طلب أو جدول عرض؟ ننظر إلى السطر الأول، نلاحظ أن الثمن يزيد، صح؟ الثمن يزيد من 0 ل 10 ل 20 ل 30 ل 40 ل 50. الكمية شو بنلاحظ بالسطر الثاني؟ الكمية تقل من 40 إلى 35 إلى 30 إلى 25
إلى 20. إذا شو بنلاحظ؟ الثمن يزيد والكمية تنخفض، معناها العلاقة عكسية. لما تكون العلاقة عكسية بنسميه جدول طلب، إذا لما تكون العلاقة طردية بنسميه جدول عرض، لما تكون العلاقة عكسية بنسميه جدول طلب. هنا الجدول إيش؟ علاقة عكسية، الثمن يزيد والكمية تقل، معناها علاقة عكسية، معناها هذا الجدول جدول طلب. لماذا جدول طلب؟ لوجود علاقة عكسية بين الكمية والثمن. الآن المطلوب الثاني، ما هي الدالة التي تمثل البيانات الواردة في الجدول؟ هذه هي الصيغة الخطية للدالة السعرية، Q تساوي A زائد B B، زي ما عملنا في الشريحة السابقة. بدنا نعرف حرف الـ A كم وحرف الـ B كم. حرف الـ A، ما هو حرف الـ A؟ الكمية عند الثمن صفر. ما هي الكمية عند الثمن صفر؟ 40. الكمية عند الثمن صفر 40، هي الثمن صفر، كم كميته؟ 40. معناها الحرف A كم قيمة الحرف A؟ 40. ننتقل إلى حرف البي، كيف نوجد الحرف البي؟ الميل، ميل الدالة، اللي هو التغير في الكمية تقسيم التغير في السعر. نأخذ أي كميتين متتاليتين ونطرحهم من بعض. مثلا أخذنا الكمية 35 و30، شو بنقول؟ 30 ناقص 35 سالب 5 تقسيم 20 ناقص 10 10 سالب 5 على 10 بطلع سالب نص. معناه حرف البي كم؟ حرف البي سالب نص. أي كميتين ممكن تأخذ الكمية 30 و25، 25 ناقص 30 سالب 5 تقسيم 30 ناقص 20 10، إذا سالب 5 على 10 نص، سالب نص سالب نص. لو افترضنا أخذنا هاي الكمية كمان بطلع نفس الجواب، 20 ناقص 25، أي كميتين متتاليتين، 20 ناقص 25 سالب 5 تقسيم 40 ناقص 30 10، معناها سالب 5 على 10 سالب نص. إذا البي كم البي؟ البي حرف البي سالب نص، وحرف الاي 40. نعوض مكان حرف الاي 40 ومكان حرف البي سالب نص، لأنه احنا هنا ايش قلنا؟ 25 ناقص 30 سالب 5، معناها على 30 ناقص 20 10، معناها سالب نص. معناها هنا بنضع مكان حرف الاي 40، حرف البي كم طلع؟ حرف البي سالب نص، معناها هي دالة الطلب. لماذا دالة الطلب؟ لأنه الميل ايش؟ سالب. نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله سوف نكمل حل التكليفات الذاتية. نتيح المجال للأسئلة إن كان هناك أسئلة. هل هناك أسئلة؟ نعم. هذه بالنسبة للمسائل الحسابية، يعني التكليفات الذاتية تشمل جميع القوانين اللي استخدمناها في المقرر وكيفية الحل. نعم مسموح الآلة الحاسبة في الاختبار، مسموح الآلة، مسموح استخدام الآلة في الحاسبة في الاختبار. غدا إن شاء الله سوف نأخذ كيف الرسم، كيفية الرسم، مراجعة على الرسومات، يعني نأخذ عينة كيفية الأشكال البيانية بعد ما ننهي القوانين، جميع القوانين ومسائل عليها. طبعا الرسم مطلوب، الرسم مطلوب. النظري مطلوب من الطالب يحفظه، ما في عليه مسائل. النظري، الجانب النظري مطلوب ان الطالب يحفظه. واحنا اختصرنا عدد الشرائح، كانت في الفصول السابقة عدد الشرائح 120. اذا بترجعوا للمنتديات في الفصول السابقة تجدوا انه عدد الشرائح كانت 120، احنا اختصرناها لكم؟ ل90، يعني حذفنا 30 شريحة، حذفنا 30 شريحة. فلا تطلبوا اكثر منها. النظري بدك تحفظ كل شيء موجود في الشرائح، كل شيء موجود في الشرائح مطلوب. غدا إن شاء الله رح يكون آخر لقاء، غدا إن شاء الله الساعة 4:30 نلتقي ويكون آخر لقاء في هذا المقرر. غدا رح نشرح الرسم، رح نشرح كيفية
مراجعة الرسم، يعني كيف ممكن تيجي الأمثلة على الرسم. بعد ما ننهي القوانين نكتفي بهذا القدر، نلتقي غدا إن شاء الله الساعة 4:30. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.